سانتا ماريا فاضل خمس لا فاول متعمد وفي انذار كمان المباراة الثانية من ثمانية جالبان اهو صح ده مطلع الكارت الاحمر صح يعني ضربه وضربة زي ما بقول لحضراتكم مقصودة على طول واضح هنشوف اللي ضرب باتيستا نمرة 18 هو اللي ضرب ومارادونا مفروض برا الملعب هو اللي طرد مارادونا طرد عيب قوي ان لعيب كبير وثمنه كبير شوف انا بقول ازاي وبعدين يبقى كده شكله ومفيش اخلاق طب تيجي ازاي يعني تيجي ازاي يعني كان لازم يطلع على راي الكابتن لطيف بيقول يعني اتغلبت اطلع بقى خلي منظرك كويس مفيش مانع يوم لك ويوم عليك انما كده وبعدين الكره مش مشتركه قوي باينه قوي انه حاطط رجله في بطنه زي ما حضراتكم شفتوا معايا قدام حضراتكم ده الاعاده الدقيقه 40 والثانيه 7 ده الاعاده انما دلوقتي فاضل 3 دقائق وهنشوف الاعاده علشان عقبال اللعيب باتيستا لما يتعالج من الخبطه اللي اتخبطها دي كمان الجزمه عاليه فوق كان لازم تعمل هنا فاول قبل اهو شوف الضربه فين